السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفترة اللي فاتت دي كانت بتتبعت لي رسائل كتير جدا، عايزين الناس عايزين اتكلم في المشاكل اللي بتخص الزوجين بعد الجواز، سواء بين وبينها، سواء بين الاهلين، الاهل العريس واهل العروسة، سواء من العروسة لاهل العريس والعكس، يعني حاجات تخص الطرفين بعد الجواز. قعدت اشوف ايه اكتر مشكلات منتشرة اكتر، والناس يعني خلاص بقت دي تقاليد، يعني اشمعنى عمته الحرباية وخالته ست الكل الطيبة، ليه بلاش بيت العيلة، ليه الراجل قدام اهله بيفرض نفسه بيبقى عايز يبين ان هو مسيطر، طيب ليه الست ما بتحبش عمتها، كذا مشكلة. قلت هحاول ان انا اجمع اكبر قدر من المشكلات في فيديو واحد، ولو معرفتش خلاص اخلي كل مشكلة في فيديو لوحدها. حبيت ان انا ابدأ بحاجة لطيفة قوي. يعني في بنوتة لسه متجوزة بقالها يعني حوالي 3 أسابيع ولا حاجة، وقالت لي لو سمحتي تتكلمي في النقطة دي، وهي لما بتروح عند اهل زوجها بتلاقي معاملته اتغيرت، اللي هو يعني يبدأ يشخط، ينطر، يزعق. هو اصلا في العادي في الطبيعي مفيش اصلا سبب، بلس ان هو اصلا في حياتهم العادية مش كده، مش دي شخصيته اصلا، يعني مسالم وهادي كويس. الحقيقة يعني الأسباب اللي تخلي الراجل يعمل كده أسباب كتير، بس احنا الأول هنقول أنواع الشخصيات بتاعت الرجالة قدام أهل هو أو أهل زوجته. في راجل قدام أهله زي أخينا ده يحب يفرض سيطرته، يحب يزعق، يشخط، ينطر، يعمل نفسه إن هو سبع الرجال. يعني أنا مش بتكلم على زوجها دلوقتي، بتكلم على الشخصية دي أو على النمط الشخصية ده نفسه، يبقى عايز يظهر في مظهر مختلف، هو اوفر شويه. ولكن ده ليه سببين، اما الشخص ده مش واخد مساحته في بيته، ومش واخد، مش حاسس برجولته في بيته، فحابب يظهر ده قدام اهله علشان ما يحسوش بحاجه، اما هو مضغوط منك في حاجه فلقى ان ده انسب وقت ان هو يطلع فيكي ضغطه، خصوصا هو ممكن ما يكونش بيعرف ياخد حقه ولا باطل معاكي يعني في الطبيعي. في شخصية تانية تحب ترسم الحب والهيام والغرام قدام أهلها علشان يحسسهم ان الدنيا جميلة ووردية وانتي سعداء وبسطاء ومفيش مشكلة خالص. ده حد كويس مفيش مشكلة منه خالص، ولكن بيرجع البيت يعني غالبا بيطلع عليكي بقى اللي هو عمله قدامهم، يبدأ عارفه المعاملة اللي بيفضل يعني يمثل علشان تطلع دي الصورة البرفكت قدام الناس، ولما بيروح البيت يبدأ بقى الشخص العادي اللي هو يشخط ويزعق، او اللي هو مش مهتم، او اللي هو خلاص احنا الستار اترفع ومفيش وقت ان احنا نمثل في تاني قدام الناس. وده بيبقى شخصيه يعني انا بحبش الشخصيه دي خالص، يعني ولا اللي قبلها، بس اللي قبلها يمكن شويه عنده مبرر، لكن ده يعني شخص وحش قوي، يعني شخص انا مش بحب اتعامل معاه، ربنا يوقعنا معاه يا رب ابدا. الشخصية الثالثة هو الشخص اللي عنده لا مبالاة، يعني مش فارق معاه اصلا انت قدام اهلك قدام اهله في البيت، هو شخصيته واحدة. وفي فرق ما بينه وما بين الشخص الطبيعي اللي بيظهر على طبيعته. ليه؟ الشخص اللي عنده لا مبالاة ده هو اصلا ما بيهتمش بصورتك قدام الناس ولا صورته هو قدام الناس، فبالتالي اي رد فعل هيطلع هيبقى مفهوش اي حفاظ على شكلك ولا شكله. يعني ممكن لو الموقف يحتم عليه ان هو مثلا يزعق، او موقف يعني المفروض ان هو يزعق فيه، بس هو ممكن ان هو يكتم او يكبت او يعمل حساب شكلك او شكله هيزعق عادي. الشخصية دي انا مش عايزة ان انا اقول ان هي ما عندهاش عامه، يعني ما نقدرش نحط عليها نقول عليها ان هي مثلا عنده مشكله نفسيه، مريض، شخصيه ما تتعاشرش ولا حاجه، ولكن هو نمطي جدا. فالشخص ده احسن حاجه ان احنا نتجنبه، ما ننكشوش، يعني انه بالبلدي ما بيهموش، يعني عادي يعني اللي يحصل يحصل. يعني في الشخص السوي بقى اللي هي الشخصيه الرابعه دي، شخص سوي عارف ان الضيف سواء انا ضيف عند حد او حد ضيف عندي ليه حقوق وعليا ليه واجبات، عارف ان منظري قدام الناس مش سهل انه يتهد، عارف ان في خصوصيات في البيت ما تطلعش بره، ان زوجتي دي
دي وجهتي انا، ما ينفعش ان انا اهينها قدام اي حد حتى لو كان اهلي او اهلها. عارف ان انا منظري قدام الناس ما ينفعش الا لما بزعق ولا اعلي صوتي ولا اعمل اي رد فعل مش كويس. فهو عارف حدوده وعارف حدود الطرف اللي معاه وعارف يعني ايه يكون شخص في مكان. ده اكتر شخص، وده شخص سوي، ده الشخص الطبيعي اللي المفروض كل الناس تكون عليه. ولكن احنا قدرا لو انا طلعت مع شخص او شخصيه من الشخصيات اللي فاتت دي وخلاص اكتشفت بعد الزواج ان هو ده، او عرفت انه بيتعامل معايا بالمنطلق ده، اول حاجه احنا لازم نبقى عارفين كويس جدا ان احنا مش كل ردود افعال ممكن نطلعها قدام الناس. على النقيض لو فضلنا نداري بيتفضح قوي، بيبان قوي ان احنا ناس يعني فيك مش عارفين نتعامل او بنرسم وبنمثل قدام الناس فبنتقفش بمعنى صح، بنتفضح. فالحل الامثل ان احنا نحاول نتجنب اي موقف ممكن يثير مشاعر او يثير انفعال الطرف الثاني اللي هو الزوج، بحيث ان هو يفضل محافظ على ثباته الانفعالي طول الوقت، خاصه لو كان من الشخصيات اللي هي ما تعرفش تسيطر على نفسها. طيب نعمل ده ازاي؟ احنا طبيعي لما بنكون عند حد مش لازم كل وقتنا نكون مع جوزي مثلا، يعني انا رايحه عند اهله مش هفضل لازقه فيه طول الوقت، اه مع مامته شويه مع اخته شويه، لو هقعد مثلا هساعدها في حاجه او هقعد اهزر معاهم. فكتر احتكاكك بيه قدام الناس بيولد غلطات. ما تحاوليش تتكلمي على مشكلات خاصه قدام حد، ما تحاوليش تتكلمي في موضوع هو كان متضايق منه او ممكن يقلل منه او يصير انفعاله قدام حد وانتوا عند الناس دي. يعني ما تحاوليش تتكلمي في موضوع انتوا ما تكونوش اصلا متفقين عليه، والاحسن ان انتوا تتفقوا من قبل ما تروحوا عند حد ايه الكلام اللي ممكن نتكلم فيه وايه الكلام اللي مش ممكن نتكلم فيه. طب لو حد سالني في الموضوع ده لو كان الموضوع ده عليه خلاف اصلا ارد ازاي؟ حاولي ان انت تعملي احتياطاتك، علشان غالبا الشخصيات دي ما بتريحش، فانت بتريحي دماغك. يعني انت خلاص اكتشفتي ان الشخص ده ما بيريحش فانت تريحي دماغك، بحيث ان انت ما يحصلكيش مشاكل فيما بعد. مش عايزه اضحك عليكم واقول لكم ان الموضوع ده سهل، لا لا، ده يعني وجع اعصاب جامد جدا، وانت بتضغطي على اعصابك وتفضلي قاعده مترقبه، طب هو ممكن يعني رد فعله يكون عامل ازاي، طب انا ممكن ارد ازاي. انا مش عايزاكي تردي رد يتمسك عليك، بمعنى ان هو مهما تطاول حفاظك على كرامتك في السكوت قدر المستطاع، ان انت ما ترديش، ما تنفعليش، ما ترديش الانفعال بالانفعال. لو عرفتي ان انت تقعدي كده يعني تاخدي مامته واخته تقعدي في مكان لو حصل انفعال او حصل مشكله اعملي كده، لو الموضوع ده هيضايقه او هيسبب مشكله اكبر هيقول مثلا ما تتجاهليني او حاجه، خلاص لو عندك القدره ان انت تصلحيه وخلاص يا حبيبي مفيش مشكله اعملي كده. في بنات تيجي تدخل تقول لي ايه ده، ازاي ده هو اللي عامل مشكله ومفتعل وادخل اصالحه. هو انت ما تصالحوش عشان خاطر سواد عيون، عشان يلم الموضوع والاسم ان انت خلاص صالحتي، هو طبعا في الاول وفي الاخر لله. ولكن علشان الموضوع ما يكبرش، تاني حاجه علشان ما حدش يقول ايه ده دي وقفله ند بند، حتى لو انت كانت دي طبيعتك قدام الناس او قدامه في البيت ما ينفعش تظهر قدام الناس. حاولي لم الموضوع، معلش محدش يقول عليكي كرامتك في الارض لان ده في الاخر زوجك. كرامتك هتبقى في الارض لو رديتي كلمه بكلمه وزعقتي، هو ممكن الموضوع يبقى اشتباك بايد كمان، يعني مش مجرد كلام وخلاص. ففي الاخر اي رد فعل انت بتعمليه مع زوجك قدام الناس ده يعني فشك انت وبيصب عليكي انت، وبيقولوا ده هي ما عرفتش تحتويه، ده هي صارت انفعال، وده هي ما عرفتش انها تلم الموضوع. مهما كان هو عليه عائق كبير جدا على عاتقيه زي ما بيقولوا، ولكن بالذات عند اهله لازم تتجنبيه لو كان من الشخصيات دي. اما بقى يا ستي لو كان بيريح وعسول وفرفوش وبيحبك وبيحافظ عليكي وعلى كرامتك قدام الناس، فانت معاكي يعني رزق، معاكي تاكل حطيه فوق دماغك، وادعي له ربنا ييسر لكم الحال، وان شاء الله ربنا يعني يصرف عن كل البنات اللي بعتوا لي بيتكلموا في الموضوع ده. ما بحبش اتكلم واقول ما تنسوش اللايك والاشتراك والحاجات دي، بس لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك واعملوا اشتراك، وشوفوا الفيديوهات التانية واقترحوا عليا لو حابين اتكلم في مشكله ايه بالظبط او حابين نتكلم في ايه. وانا ان شاء الله يعني اللي عندي سؤال على الماسنجر او على الواتس وانا ما رديتش عليه باذن الله هرد باذن الله. يعني انا كل يوم بدخل ليه على
على الماسنجر 30 رساله برد عليهم كل يوم، بكتب بوست كل يوم يا جماعه اللي ما ردتش عليه امبارح يدخل هنا وانا هرد عليه.